انا عرفت وزهقت. انا لغايه دلوقتي ما طعنتش امام الاداريه العليا، واحتمال كبير ما طعنش عشان المناخ فاسد. تاني مناخ فاسد، وبسلمك النادي مع شكر لكل مجلس الاداره. انا بسلمك النادي اهو، حضرتك اتفضل تعالى استلمه، وقول لنا هتدفع مرتبات واجور منين. انا كل اللي بيتعاملوا مع النادي الشركه الراعيه ما بتردش عليا، احنا مش عارفين انا قاعد ولا ماشي. اصحاب المحلات اللي كان عليهم فلوس بكلمه يقول له حضرتك قاعد ولا ماشي. انا اللي كنت بجيب الفلوس والمجلس كله عارف، وانا بقول لك اهو مع الاعتذار لمجلس الاداره انا ماشي. تاني بسلمك النادي، بس لما يخرب اتحمل المسؤوليه قدام مصر كلها. ومن النهارده انا عضو عامل في النادي، بجعه بادب واحترام، والجماهير بحضر معاها المطوشه، بقعد مع الجماهير المحترمه اللي انا بقول لها بطمنها اعتذاري عن ان اكمل حاجه، وان انا الاربع ملفات اللي هقدمهم للفيفا حاجه ثانيه، لان دي فرقتي انا، دي فرقتي ونكمل مش انا.